بسم الله الرحمن الرحيم، اخباركم يا جماعه؟ يا رب جميعا تكونوا بخير وصحه وسعاده. طالع النهارده عشان اجاوب على كذا سؤال واوضح شويه امور مهمه جدا. في بعض الناس طبعا بتسمعني فمش عارفه، يعني انا بشتغل ايه، كلام من كده، فمن حقهم ان هم يعرفوا ان انا بشتغل ايه. دي حاجه طبيعيه جدا، ومفروض اصلا قبل ما بتعمل اي حاجه مع اي حد بتعرف هو بيشتغل ايه. يعني انا ما اطلعش اقول لك ان انا بديك كورس في الوصول للقمر والقارات ما بعد المريخ واي حاجه في اي حاجه، ودي مش شغلتي. يعني لو انا بس اقول لك ان انا بشتغل في وكاله ناسا، فده طبعا كلام فاضي وما بنشاركش فيه. اسمي محمد كامل، خريج جامعه القاهره دفعه 1997، خلاص امتياز سنه 1998. عينت معيد بقسم الأطفال في جامعة القاهرة، ثم بعد كده حصلت على الماجستير سنة 2003 وابتديت دكتوراه 2004-2005. خلصت الجزء الأول والجزء الثاني، والأول على دفعتي في الدكتوراه الحمد لله. ثم بعد كده جات لي فرصة إن أنا أدرس الدكتوراه في جامعة نوتنغهام بالمملكة المتحدة. جامعة نوتنغهام كان الرانك بتاعها في هذا الوقت كان السابع على انجلترا، وكان ال 74 على العالم، فكان رانك كويس. ودرست في كليه الطب، سكول اوف ميديكال ساينس، خدت البي اتش دي بتاعتي من هناك. واثناء هذه الفتره كنت ريجستر فيزيوثيرابيست في انجلترا، اشتغلت بارت تايم في الان اتش اس اللي هي وزاره الصحه، وفي ايضا البرايفت براكتس حاجه اسمها لوكم وورك. ليه؟ لان انت اصلا بيبقى من حقك كطالب تشتغل كبارت تايم فقط. ثم طبعا بعد كده انتقلت لكندا فتره بسيطه، وكنت خلصت الكنديان اكزام بفضل الله. ثم بعد كده انتقلت ايضا الى بعدها الى امريكا، وفي امريكا ابتديت في نيويورك، ثم انتقلت لولايات اخرى وكلام من كده. عملي هو حاليا انا استاذ مساعد او اسوسيت بروفيسور في احدى الجامعات الامريكيه بدرس فيها، وفي اجازه من عملي في مصر ان استاذ مساعد في جامعه القاهره. اتاخرت عن الترقيات في جامعه القاهره لاني لم اكن انوي العوده الى مصر، ولكن زملائي حاليا عمداء كليات، وفي ناس اصغر مني كمان عمداء كليات في مصر وهكذا. فده ملخص الموضوع. طيب، ابتدى امتى موضوع البريباريشن دي لايسنس معايا وامتحانات اللايسنس والحاجات دي والكورسات والكلام من كده؟ ابتدى معايا سنه 2017 اثناء تواجدي بامريكا، ومنذ هذا التاريخ حتى الان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله في ناس كتير يعني دخلت معايا الكورس، وربنا كرمهم، عدوا امتحان امريكا وعدوا امتحان كندا، وحاليا معايا داخلين ناس لامتحان استراليا كذلك. طيب، برضو انا والدكتور محمد شهاب موجود متواجد في نيويورك، مسؤولين عن برنامج الدي بي تي بتاع جامعة مونتانا الأمريكية، وهو نازل بأسعار مخفضة تقريبا حوالي 50% للمواطنين الدول العربية المقيمين فيها، مش اللي هو مثلا مصري ومقيم في أمريكا وبتاع، لا ده بيدفع بالأسعار العادية وبيتعامل يعني مش من خلالنا خالص ولا كلام من كده. طيب، والبرنامج الدي بي تي في كثير من الزملاء والزملاء الحمد لله اتخرجوا منه وخلصوا ورقهم في امريكا واخدوا الفيزا وكل الامور مشيت تماما والحمد لله. طيب، هذه الجروب كنت بداتها اثناء فتره الكوفيد، كنت موجود في الفتره دي في مصر، وابتديت اعمل عليها بعض المحاضرات، وبعض الزملاء والزميلات والاساتذه الافاضل برضو كانوا عملوا معايا محاضرات على هذه الجروب، متطوعين ولهم كاف يعني جزيل الشكر كلام من كده. طبعا اثناء تواجدي في مصر كان في عندي وقت اكتر، وبالتالي كنت برد على التساؤلات بفتره باستمرار مع الناس ومتفاعل اكتر
عملت ايفنتس كمان بدعوة، يعني رحت مثلا كفر الشيخ بدعوة من زميلي ودفعتي الدكتور عمرو أبو جازية والدكتور فايز الشامي الزميل الفاضل. رحت جامعة جنوب الوادي دعوة من دكتور محمد سرحان في هذا الوقت، وكنت بحضر مؤتمر بتاع جامعة جنوب الوادي، وكنت حريص إن أنا أحضر دايما، والدكتور محمود الشاذلي برضو، ويعني والناس زملاء وأفاضل. رحت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بدعوة من الزميلة الدكتورة أستاذة الدكتورة شروق والدكتورة هبة طلة في هذا الوقت، وأستاذنا الدكتور صلاح صوان. رحت أيضا فين تاني، رحت جامعة الـ MTI بدعوة من أستاذ الدكتورة عزة فكري في جامعة الـ MTI. رحت فين تاني في مصر، يعني رحت أماكن وتجمعات كتيرة في جامعات، وطبعا بقول يعني كان الوقت بيسمح، وفي نفس الوقت يعني في متسع شوية من الوقت أثناء تواجدي في مصر. الحقيقة دلوقتي الموضوع ما بقاش كده بالنسبة لي، بقى بالنسبة لي يعني في مسؤوليات أكتر، في إعداد، يعني أنا بدرس حاليا بعض المواد اللي أنا ما كنتش بدرسها قبل كده، وهي مواد متقدمة، وأنا أتمنى والله العظيم إن أنا أدرسها في مصر. Differential Diagnosis for Physical Therapist دي مادة مهمة جدا جدا، مثلا حاجة زي Patient Care Management، ودي من الحاجات اللي احنا ازاي نتعامل مع الكومبليكيتد كيسز. في حاجه مثلا بدرسها الكارديو بالمونري فيزيكال ثيرابي وكارديو فاسكولار اكتر كمان، لان انا تخصصي الاساسي اطفال، يعني انا تخصصي الاساسي اطفال، ففي مواد كتيره وحاجات كتيره انا بدرسها في الجامعه، فتشغل وقتي. نظام التعليم مختلف شويه، فبيحتاج يعني مجهود اكبر، فما بقاش عندي وقت ان انا ارد لجميع التساؤلات بهذا الشكل، فبنحتاج ان يكون في بعض الجديه. يعني انا هقول لكم على بعض التساؤلات اللي وصلتني، وانتوا تقولوا رد فعلكم ايه، يعني انتوا تقولوا لو انت مكانك هتعمل ايه. طبعا معايا يعني انا حاليا بدي الكورس، فبحاول ان انا اركز اكتر ان انا ادي الكورس السبت والحد على اساس ان دي الويك اند في امريكا، لكن احنا يوميا في جروب الكورس بتاعنا انا لازم ابوست اسئله واجاباتها والراشونال وليه، ونقول كده ونحاول لو في حته يعني كده يعني نشرحها لو هي مرتبطه بهذا الجزء وهكذا يعني. تمام طيب، لكن بعض الاسئله اللي بتوصل مستفزه جدا، بعض طريقه التعامل ما فيهاش احترام خالص من بعض الناس، طبعا مش هقول ان كل الناس يعني، وده بصراحة يعني حاجة مش مقبولة وبتتعب نفسيا. احنا كلنا نفسيتنا تعبانة الايام دي، مش انا لوحدي، اظن اللي حصل في غزة ده مصيبة سودة، يعني ان الواحد يستطيع ان يتخطاها كده مش هيقدر يتخطاها. انا شخصيا مش قادر اتخطاها نفسيا، خصوصا ان هي مصيبه وما زالت بتحدث وما زالت مستمره، وللاسف هتزيد، يعني هو للاسف اللي حصل ده هيزيد مش هيقل. تمام، فالاوضاع دي مش كده يعني، يعني الاوضاع صعبه والاوضاع نفسيا على الكل صعبه، فاحنا لازم نراعي ظروف بعض. الحاجه الثانيه يا جماعه، انا عمري ما اتكلمت، انا كنت بعمل ايفنت لما بروح مثلا جامعه او بروح مكان، والله في ما يعني ساعات 5 ساعات، تخيلوا 5 ساعات اقعد اتكلم. ليه؟ لان الموضوع السفر وبتاع كده لازم يعني ناخده من جميع الجوانب، ما ناخدوش من جانب واحد بس، انا باخده من جانب ديني وجانب اجتماعي وجانب اسري وجانب مادي وجانب، انا عارف ان احنا عايشين في حياة مادية وعلينا متطلبات وعلينا مسؤوليات مادية، لكن يعني ما تخليش الفلوس تعميك. طبعا هيجي واحد يعني
متخلف، فيقول لك اه ما هو ده بيقول لك الفلوس تعميك لان هو ده معاه زكايه فلوس ومش، لا ما زعلني ما عنديش زكايه فلوس ولا حاجه، بالعكس انا نزلت مصر اتنصب عليا في شقه عمري من واحد دفعتي علاج طبيعي عنده شركه اجهزه، سرقني في تقريبا في معظم ما كنت عملته في خلال الفتره اللي انا كنت فيها في امريكا، وقعدت معاه في المحاكم 3 سنين ونص، فتحت عيادتين خسرت فيهم خسائر رهيبه، ويعني يعني ورجعت ابدا تاني تمام. ف وما كنتش بلاقي مساعده على فكره، يعني ما كنتش بلاقي مساعده من الناس في مشاكلي اللي انا قعدت اعاني فيها في مصر في ال5 سنين اللي فاتوا دول، يعني ما شفتش مساعده ولا شفت جدعانه ولا كلام من كده، حتى ما فكرت ان انا اجي امريكا تاني واشتغل في موضوع التدريس وكلام من كده، ولدينا بعض اعضاء التدريس من المصريين او العرب اللي هم شغالين هنا في الجامعات في امريكا، وحاولت اتواصل معاهم، اقل ما يقال كانت يعني افعالهم تتسم بالنداله والخسه ومفيش جدعنه ومنتهى الخبث، وكل واحد بيدور على مصلحته بس ومحدش عايز يساعدك باي حاجه، واللي بيديك معلومه بيديك معلومه ناقصه وكلام من كده وبتاع. فوصلت لمرحله ان انا قطعت علاقتي بكل الناس خالص، ما بتعاملش مع حد خالص دلوقتي. خلاصه دي مشاكلي انا، مش عايز ان كنت انفولفد فيها اي حد، الحمد لله ربنا بيعين وربنا سبحانه وتعالى بيعوض، واحنا لازم نصبر الدنيا كلها ابتلاءات. لكن انا عايز اقول لك على حاجه، ما تخليش تفكيرك سطحي، بالله عليك ما تخليش تفكيرك سطحي. هقول لكم على شويه حاجات. اولا يا جماعه بطلوا الفهلوه وبطلوا البتاع، يعني انت النهارده تخش مثلا تسالني على حاجه، يا دكتور محمد انا عايز اسالك على الكورس ومش عارف، انت مش عايز تسال على الكورس كويس، انا ببعت لك تقول لك طب هو بقى هو ما اعرفش ايه فلان اللي بيقول، انت عايز تسال عن كلام فلان اللي قاله او خبر قاله فلان او حاجه، اساله هو شخصيا ما تسالنيش انا تمام، يعني ما تسالنيش انا ماليش دعوه بكلام اي حد قاله، انا مسؤول عن الكلام اللي انا قلته بس تمام. فبلاش الفهلوه بلاش النصاحه، ما تعتبرش ان انت يعني اذكى واحد في العالم، ما تعتبرش ان انت اصل دي مشكله، ومشكله خصوصا في الجيل الجديد ان هم معتبرين نفسهم ان هم اذكياء اكتر من اي حد تاني، وان هم فاهمين وان هم مش يعني بلاش تاندر استيميت القدرات العقليه للشخص اللي قصادك، وتعتبر نفسك انك انت اذكى واحد في الدنيا واللي قدامك ما بيفهموش حاجه، لان ده معناه ان انت غبي، يعني معنى ان انت بتعتبر ان اللي قدامك ما بيفهمش حاجه وانت الوحيد اللي بتفهم، يبقى انت غبي، دي تاكد منها تماما. انا دايما شخصيا لما بتعامل مع اي حد بتعامل معاه بحترم قدراته العقليه، وبقول اه ده ممكن يكون اذكى مني، ده ممكن يكون اشطر مني، ده ممكن يكون مجتهد عني، ده ممكن يكون كذا 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 كذا، لا افترض ابدا في اللي قدامي الغباء او ان هو ما بيفهمش او ان هو كلام من كده، لان احيانا كتير ظنونك دي بتطلع خاطئه تمام. دي رقم واحد. رقم اتنين، هل تتخيلوا ان انا اكون يعني في بعض الرسائل بتستفزني. واحد زميل في احدى الدول العربيه تواصل معايا سنه 2019، وطب لو انا قدمت على الفيزا اعمل ايه، لو انا مش عارفه ايه في هذا الوقت، انا كنت في مصر فكان عندي وقت ان انا برد اكتر وكلام من كده. ثم عدت 5 سنين ما فيش مره حتى كل سنه وانت طيب في العيد يعني. ثم من كام يوم فوجئت بهذا الزميل بيقول لك انا ذاكرت وخدت كورسات وخدت الفيزا ورايح امتحن كمان شهرين ولا 3 شهور، تنصحني بيه بقى عشان انا مش عايز اسقط. الاول طبعا كنت يعني عايز ارد رد يكون ناشف شويه، وبعدين قلت لا فليقل خيرا او لايه او ليصمت، ديننا قالنا كده، فالواحد لازم يحترم نفسه. طب انت دلوقتي يعني 5 سنين ما عبرتنيش وما فكرت ان انت تاخد كورس، ما خدتش معايا، خدت مع ناس تانية تمام، رغم ان خلي بالك الناس اللي انت خدت معاهم والله العظيم واخدين معايا الكورس، معايا انا كورس اصلا، يعني كانوا طلبة انا مدرس لهم الكورس، وفي نفس الوقت خدت الفيزا، عملت كل حاجة، ودلوقتي بعت لي بتقول لي يعني ايه بقى النصايح الزيادة بقى وبتاع. قلت له انا لا املك لك الا الدعاء، بعد ما تريست ان انا ما اردش، لا املك لك الا الدعاء، انت راجل فاهم كل حاجه وعملت كل حاجه وسويت كل حاجه، وحتى ما وثقتش فيا ان انت تاخد معايا الكورس او كلام من كده، فانا هقول لك ايه، ده انت المفروض انت تنصح الناس.
ففي بعض الأسئلة بتبقى مستفزة. تمام، يا ابني أو يا بنتي، يا اللي بتبعتي لي وتقولي لي أنا الدكتورة فلانة الفلانية في سنة رابعة، حتى ما بتقوليش أنا يا دكتور، ده كلام يتعقل؟ يعني أنت يا بنتي عندك كام سنة، ولا أنت يا ابني عندك كام سنة؟ عندك 21 22 سنة، يعني أنت أصغر من، يعني من عمر ولادي. تمام، لازم يبقى يا جماعة في أدب في الحوار، لازم نكون الناس تكون متربية شوية. ما ينفعش احنا بنتعامل مع فئة عالية، يعني انت دكتور كويس، انت راجل دكتور، مش شخصية عادية، فرض ان انت عندك اخلاقيات في التعامل، عندك اخلاقيات مهنية، عندك حاجات كتيرة ومستوى راقي. فالمفروض ان انت يا اخي من الدين يقول لك انزلوا الناس منازلهم. يعني انا مثلا لو انا العميد بتاعك بتاع الكلية، هتتكلمني كده؟ مش هتكلمني كده، مش هتقدر تكلمني بهذا الشكل. كويس، فاذا لازم يا جماعه نراجع نفسنا، لان والله اللي جاي لو ما صلحناش من نفسنا مش كويس ابدا. ما تبصش تحت رجليك، ما تبصش تقول انا هسافر عشان خاطر اعمل زكاه بفلوس وارجع اتمنظر على الناس في مصر ولا في الاردن ولا، والله ما هيحصل، مش هيحصل. بص للموضوع بمنظور كبير، منظور ديني، منظور اجتماعي، منظور أسري، منظور أممي، منظور حاجات كتيرة. ما تبصش لنقطة واحدة، ما تبصلهاش كده، يا ربنا مش هيوفقك. تمام، لازم يكون فكرك أوسع من كده وأشمل من كده. طيب، بعت لي حد وبيسألني السؤال اللي هو الأزلي، فأنا عايز أرد على السؤال الأزلي ده. طيب، أنا عملت البورد ده أبيض عشان خاطر نتكلم فيه. أنا دلوقتي يا دكتور عايز أسافر أستراليا، فأنا عايز أخد كورس لأستراليا. أنا عايز أسافر كندا، فأنا عايز أخد كورس في كندا. أنا عايز أسافر أمريكا، فأنا عايز أخد كورس لأمريكا. هو أنت ليه بتدي الكورس للتلاتة مع بعض؟ تمام، أقول لحضرتك ليه؟ هو أنت حضرتك المرضى اللي أنت بتعالجهم في العيادة، هل هم المرضى المصريين لديهم أمراض مختلفة عن المرضى الأمريكيين أو عن المرضى الأستراليين؟ لا، أنت بينحصر العلاج اللي حضرتك بتقدمه في مرضى عظام، في مرضى أعصاب، في مرضى لو أنت بتشتغل مثلا بيلفيك فلور، أو بتشتغل حاجة تابعة للنساء أو كلام من كده، لو أنت بتشتغل مرضى حروق، لو كان في حاجات يا جماعه دي اساسيات، دي سيكشنز هامه في مهنتنا لا نختلف عليها. بالتالي الناس اللي هم بيحطوا الامتحان قالوا احنا دي المين كونسبتس اللي احنا هنمتحن الناس فيها، سواء في دوله موزمبيق. تمام، هي كده احنا هنمتحنك في الماسكولوسكيليتال. ليه؟ حالات بقى اوستيو ارثرايتس، حالات جوينت ريبليسمنت، حالات كاربال تانل سندروم، تنس ال، ومش عارفه ايه الكلام من كده. طيب، واللي احنا هنتعامل مع حالات اعصاب، فاحنا هناخد حالات نيورو ماسكولر. تمام، ليه؟ لان احنا بنعمل ديفرنشال دياجنوز، ونتعامل مع باركنسون ومالتيبل سكلروزس وستروك وما اعرفش ايه وايه وايه وايه، فدي حالات بنشوفها. ولان احنا بنشتغل ساعات في الانتنسيف كير، او بنشتغل في المستشفيات، او كلام من كده، فهنتعامل مع ناس كارديو بالمونري. انا عايزك تكون عارف البوشرال درينج، وعارف، وعايزك تكون عارف ريسبيراتوري اكسرسايز، وعايزك تكون عارف السي او بي دي، وعايزك ريستريكتيف لانج ديسيز، وعايزك تعرف يعني اي سي جي ويعني ايه، مش ماشي. ولان احنا تعامل مع مرضى حروق، فانا الانتجمنتري. تمام، طيب، وعايزك تعرف بعض السكين ديس اوردرز كويس، وعايزك تعرف الحاجات الزيادات اللي بدات تزيد، الادويه الفارماكولوجي ان ريهابليتيشن، مش فارماكولوجي وخلاص. طيب، وعايزك تعرف ايه كمان؟ وعايزك تعرف الديفرنشال دايجنوزيس، يعني ايه كلمه ديفرنشال دايجنوزيس، وعايزك تعرف يعني ايه موتور ليرنينج، وعايزك تعرف يعني ايه مش عارف ايه وايه 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 وايه. طيب، بخبره العبد لله، واحد قديم 27 سنه في التعليم، فجمع هذه الاشياء من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. طيب، وابتديت اقارن ما بين الامتحانات وبعضها، لان انا اخدت امتحان كندي واخدت امتحان امريكي، الاثنين، الاسترالي ما اخدتوش حاجه، بس دخلت على البورد بتاعهم وعرفت السيستم وعرفت الوضع شكله ايه. طيب، في هذه الحاله
احنا عندنا حاجات ثوابت لازم نعرفها. طيب اصعب نموذج الامتحانات هو ايه؟ هو الامتحان الامريكي، عشان اكون صريح معاك، هو فيه يعني كمية كونتنت وعلم مش طبيعية بصراحة. تمام. طيب ولذلك بعض الناس انا بشوف بوستات يقول لك ايه، موضوع يعني تافه، انت تقرا لك كتابه وبتاع وبكره تخش ترزع الامتحان. ماشي، جرب جرب يعني، روح اصرف 2000 3000 دولار وارزع الامتحان وجرب، مفيش مشكلة. طيب بنيجي نقول ايه؟ بنيجي نقول يا جماعة، فبالتالي اخدت النموذج الامريكي كانه اصعب امتحان فيهم كده، وابتديت ان انا احط كونتنت. الكونتنت ده شامل لسيكشنز معينه. فبيجي واحد مثلا النهارده، احنا الكورس انا مخليه على مدار السنه، مخليه على مدار السنه ليه؟ لان انا النهارده عايز ابدا معاكم. ماشي، اتفضل. طب انتوا فين دلوقتي؟ احنا في حاجه اسمها النان سيستم، والنان سيستم ده 5 محاضرات. فاحنا دلوقتي في موضوع السيفتي اند بروتكشن. طب انا فايتني حاجه؟ فاتك محاضرتين في النان سيستم. طب امال انت هتعمل ايه يا دكتور؟ اقول لك ما انا هخش على السكشن اللي بعده اللي هو ده، ماشي، والاذر سيستم مثلا، وده برضه 5 محاضرات بتفرعاتهم، وهخش على السيستم اللي بعده مش عارف ايه كلام من كده، والسيستم اللي بعده. ثم بعد كده ان عشت، يعني ان عشت هرجع تاني كويس، وارجع لحضرتك ابدا تاني، وهتاخد المحاضره او الاثنين اللي فايتينك. ليه؟ لان انت الكورس انت ليك اكسس ليه سنتين، فانت حضرتك يعني هتشوف المحاضرات دي تاني، هتشوفها، هتحضرها تاني، هتحضرها. تمام. بجانب ان في مسجله، محاضرات مسجله، بس انا مش عايزك تاخد محاضرات مسجله، انا عايزك تحضر معايا. كويس. طيب يبقى اذا هي سايكل، هذه السايكل، انت حضرتك لو فايتك جزء هنا هيترجع تاني تاخد الجزء ده. كويس. طيب هتقول لي انا هركز على يعني مثلا معايا احد الزملاء الدكتور في سلطنة عمان، اخد الكورس ودخل امتحان كندا، فالامتحان كان سهل جدا بالنسبة لي، لان انا واخد حاجات زيادات في الكورس كمان سهلت عليا الامتحان بتاع ايه، بتاع كندا. فبالتالي ده السيستم، ان حاجة هتفوتك، لا مش حاجة هتفوتك. ان تقول لي طب ايه، طب انا هستنى بقى اما اخش دورة 10، مش حاجة اسمها دورة 10، مش حاجة اسمها دورة 11، مش حاجة. يعني هو الكورس مش ماشي بالشكل ده. الكورس مش ماشي بالشكل ده ليه؟ لان في حاجات زيادات. تمام. هذه الزيادات انا بحب ازودها كل شوية. تمام. يعني اذا بصينا على الكتاب اللي انا ماسكه ده، بس ما اعرفش مش هيبان بتاع ده، نسخة ايه؟ ده نسخة 2024. انا عندي مثلا منه قبل كده نسخ، والله عندي 2022، وعندي 2020، وعندي 2015، وما انت جايب 2024 ايه؟ اقول لك ما هو في زيادات، في حاجات بتتجدد، في حاجات. فانا بحب دايما ان انا اجيب الابديتس. طب الابديتس دي اعمل فيها ايه؟ هعمل فيها محاضرة، ما انا هزود. طيب مثلا لما جيت ادرس هنا في الجامعة، فلقيت في استاذ في المكتب اللي جنبي راجل بيدرس امتحانات اللايسنس من قبلها بكتير، راجل كبير يعني داخل على 70 سنة وخبرة في هذا الأمر حقيقة، وبيجيبوه بعض السكولز، يعني بيروح يدي مراجعة للسكول كلها لمدة 3 أيام. فقلت له أنا عايز أحضر معاك، فقال لي تعالى. فروحت، استفدت حاجة من الحاجات دي، استفدت طبعا على مدار 48 ساعة قعدت معاه وحضرت الكورس مع الناس واستفدت من هذا الكلام، وهذه الزيادات رجعت قلتها للناس اللي معايا في الكورس. إذن الكورس يا جماعة مش ثابت، هو مش كتاب مطالعة في النحو للصف الثالث الابتدائي، هو مش كده. في زيادات، في حاجات بتتشال، في حاجات بتتزود، في حاجات بيبقى عليها تركيز أكتر، في كلام من كده. فالكورس لازم يكون دايناميك، لازم يكون فيه اختلافات، ما ينفعش ان هو يفضل ثابت، ما ينفعش ان هو تفضل نفس الماتيريالز ونفس الكلام من كده، والا كده ملوش لازمه. يعني انا الكورس بتاعي مثلا مش مسروق 100%، مسروق 100%، في ناس خدت الكورس معايا ما عندهاش ضمير ولا دين، خدوا الكونتنت واعطوه لناس تانية، انا متاكد من هذا الكلام. تمام. بس مش هو ده،
ما هو مش الكورس اللي انت اخدته معايا هو الكورس اللي انا بديه دلوقتي، تمام؟ ولا هي خبرتي اما كنت بدرس الكورس ده من كام سنه زي دلوقتي. ليه؟ ما انا بتعلم يعني، وهفضل اتعلم ان شاء الله لحد ما اموت. فبالتالي ده، دي النقطه اللي انا عايز اقولها، ان انت مش فايتك حاجه. دي رقم واحد. رقم اتنين، اما خليك يعني، انا من خلال يعني دلوقتي فتره كبيره في انجلترا وفي امريكا وكلام من كده وكندا، فاتعلمت ان انا اكون ستريت فورورد مع الناس. اللف والدوران ما بينفعش. داخل تسالني على حاجه، اسالني على هذه الحاجه. لو انا هجاوبك هجاوبك، مش هجاوبك مش هجاوبك، لكن مش هنلف وندور على بعض. يعني ما تخش تسالني على اسكندريه وانت عايز تروح اسوان، تمام؟ بلاش اللف والدوران يا جماعه، اللف والدوران ده ما بيجيبش نتيجه. تاني الحاجه، النقطه اللي عايز اقولها بعد كده، وما اوتيت من العلم الا قليل. انا راجل علمي على قدي فيما اعرف، فيما لا اعرف ما بفتيش. يعني انا ما اعرفش كل حاجه، مفيش حد، والانسان اللي يعرف كل حاجه ده يبقى ما بيعرفش حاجه اساسا. يعني ما تبعت تسالني على مثلا دوله وانا ما اعرفش عنها حاجه، انا ممكن اكون عايز ارد عليك بس انا ما اعرفش فعلا، انا فعلا ما اعرفش. فبالتالي الحته دي مهمه جدا. يعني انا في هذه خلال الايام اللي فاتت يمكن استفزيت وطلعت قلت الفيديو ده، لان كميه تساؤلات مش طبيعيه. الناس كلها عايزه تسافر، الناس كلها عايزه تهج، الناس كلها فاكره انها رايحه الجنه، احنا رايحين الجنه، هنخلص من كل البلاوي اللي في حياتنا وهنعمل وهنسوي. لا طبعا، والله الكلام ده غلط. شوف الكلام ده غلط، وانا بقول لك تاني، احسبها من جهات كتيره، من ناحية أبوك وأمك وجوازك وعيالك ودينك، مش فلوس بس، تمام؟ مش فلوس بس. الفلوس ما هي بتطير في ثانية. أهو أنا شوف اشتغلت أهو شقة سنين، رجعت مصر اتنصب عليا اتاخدت فلوسي، تمام؟ فده شيء وارد يعني، إن أنت إنه يحصل، تمام؟ طيب. فبالتالي أما نقول التواصل بشأن المساعدة في ملء أوراق الأبلكيشن كندا وأمريكا، ده معناه إيه؟ معناه إن حضرتك خدت قرار، لفيت في الجروبات. طبعا شايفين الجروبات بتاعت المصريين فيها في 50,000 جروب وفي 2 مليون خبير، تمام؟ يعني اي واحد بيقطع تذكره طيران خلاص بيبقى خبير في السفر والمعادله وفي كل حاجه في الدنيا، زي ما انتم شايفين ده موجود، كويس؟ فبالتالي خد راي الخبراء كلهم، بس لما تيجي تقرر وتقول ان انا خلاص مع الدكتور محمد كان مثلا انا هعمل ابلكيشن، يبقى انا هعمل ابلكيشن، مش هنعيده بقى من اول وجديد. يعني انا ما تجيش تقول لي ايه ده فلان قال كذا، وانا ماليش دعوه يا عم، انا ماليش دعوه، انا ما فيهاش دماغ لكده، ما عنديش القدرات الخارقه ان انا اقعد الف في الجروبات اشوف اراء العلماء والخبراء واشوف اذا كان كلامهم صح ولا غلط، وما عنديش الفضا ده في حياتي، تمام؟ لا، فانت قررت انا هاخد، انا فعلا هعمل ورق بقى خلاص. حضرتك ابعت لي قول لي انا هعمل الورق، فهقول لك جهز شهاداتك فلوسك ووضعك كذا 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 كذا، لكن مش هنقعد بقى من اول وجديد. انا ده في ناس حتى يعني بتبعت في منتهى الذوق، انا عايز خطوات كندا خطوه بخطوه. اقول له هو مين معايا؟ مين معايا اصلا؟ مين اللي بيتكلم؟ تمام؟ مش يا ابني مش تقول لي انت مين، مش تقدم نفسك، انا فلان الفلاني خريج كذا كذا كذا. ما يمكن ما ينفعش يعني. لسه النهارده واحده مثلا سودانيه في مصر بعتالي واخده بكالوريوس من السودان وما خدتش الامتياز، قلت لها ما ينفعش، ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش بدون الامتياز، ما ينفعش. تقول لي ما انا عندي سنين خبره، مش هسمع خبره. الامتياز دي سنه تعليميه بيطلع بيها شهاده، لازم كلام. الموضوع مش خبره، مش موضوع خبره، تمام؟ طيب. عايز تاخد كورس الاعداد للامتحان، اتفضل تنورني، بس بقى ما تلففنيش السبع دخان، تمام؟ طب يا دكتور انت مش عارف ليه يعني، ما كفايه، انا ما عنديش دخل كده والله بامانه. يعني ممكن يكون انا عندي مشاكل في حياتي مش عايز اقولها، كويس؟ وهذه المشاكل مثلا ضغطاني، فما عنديش القدره ان انا زي زمان، ما عنديش الاريحيه زي زمان، ولا الوقت ولا المزاج ان انا اقعد اجادل مع حد ولا كلام من كده. طيب، الناس اللي عايز تقدم على الدي بي تي من جامعه مونتانا الامريكيه. الدي بي تي جامعه مونتانا الامريكيه جامعه عمرها 133 سنه.
جامعة عريقة، الدرجة بتاعتها بتختلف. بعض الناس بيقول لك ما كله دي بي تي، لا مش كله دي بي تي، هو الموضوع زي ما تكون انت مثلا واخد طب من هارفارد وواخد طب من مش عايزين نقول يعني اي حاجة، كويس، وانتوا عارفين الدنيا شكلها ايه، فانا مش عايز اتكلم في تفاصيل. فالموضوع انت دلوقتي عايز تاخد الشروط ايه؟ الشروط 1 2 3 بالنسبة للجامعة. طيب الشروط دي انا اللي بوضعها؟ لا خالص، الجامعة اللي وضعت هذه الشروط، يبقى احنا بنلتزم بيها، وشروط تافهة وشروط بسيطة مش معقدة ولا حاجة. اصعب ما في الموضوع ان انت يكون معاك الفلوس اصلا بس يعني، لكن بقية الحاجات بتتقضي. لا يا دكتور اصلا بيقولوا ان ممكن، طب مش ممكن تكلمهم يعني بلاش مش عارفه ايه ونعمل ايه ونسوي يعني، كلمهم ايه يا جماعه؟ يا جماعه هو مثلا انت حضرتك اللي هتخش الوحيد يعني؟ ده هم عاملين كونكشنز مع في الفلبين، في الهند، في البرازيل، في الشرق الاوسط، في فين تاني يا ربي، جنوب افريقيا، يعني دول جنوب افريقيا كلها يعني، مش يعني اعداد وناس كتيره بتخش من حول العالم بجانب اللي هنا في امريكا. فمش هينفع حاله بحاله بقى، مش هينفع واحد كل واحد نفضل نتكلم ونقول ده تستثمر له شرط كذا، وده تعمل له كذا، وده تسوي له كذا وكذا وكذا، يعني ما تمشيش الامور كده. انا ليا شروط، انت حضرتك لما بتروح تروح تستخدم رخصه سواقه في المرور في مصر، تقول لهم انا عندي 15 سنه، مشيها يعني، مشيها 18 ولا مشيها 16 ولا مشيها اي حاجه حسب السن، مش هتمشي. ما هو انا هنا ده مش يعني مش امين شرطه في جامعه مونتانا هطبق له 200 جنيه في ايده واقول له مشي له الورق، ما يعني ما فيش حاجه اسمها كده، ما فيش حاجه اسمها كده، تمام. الامور هي ورق، اوراق بتتملي، ابلكيشن بتتعمل، شروط بتتعمل، فهذه الشروط بنقدمها خلاص، والادميشن بعد كده سهل ان شاء الله وبنسبه 100% مضمون، تمام. غير كده مفيش. يعني لسه في واحدة داخلة البرنامج، زميلة بعدين بعتت لي حاجة غريبة جدا، بتقول لي أنا خلصت الترم ده، ينفع أبدأ الترم التاني؟ ويعني إيه الكلام ده؟ هو مش السيمسترز ليها مواعيد؟ يعني أنا دلوقتي عندي 3 سيمسترز في السنة، عندي حاجة اسمها سبرينج سمر فول، ده ليه تاريخ بدايته 5 سبتمبر مثلا ونهايته 21 ديسمبر، مش عارف ايه، مش هو مش دراسه دي، دي دراسه يا جماعه، وجامعه ودرجه علميه وشهاده بتطلع، والموضوع مش ده مش كورس يعني، ده مش كورس، مش كورس انت بتاخده كده وخلاص ولا بتاع، لا مش كده العمليه، مش كده. ففي جامعه، هيئه تدريس، درجه، اداره، ما ناخدش الامور فما في يعني. قلت لها ازاي يعني؟ مش فاهم ازاي بتتكلمي في ايه. فبالتالي يا جماعه عشان نكون واضحين، لان انا شايف موضوع السفر ده مجنن الناس اكتر من اللازم، كويس. احيانا بعذرهم وبقول ان الظروف بقت سيئه جدا في بلادنا وعشان كده الناس كلها عايزه تسافر، بس واحيانا بقول في ناس مستعجله قوي قوي قوي، هل هينفع وانا في سنه اولى ولا في سنه تانية اسافر؟ هتسافر ازاي؟ هو انت معاك بكالوريوس اصلا؟ يعني انا مش فاهم. طيب انا عايز اسافر اخد امتيازي بره، ماشي معاك فلوس تطلع تاخد امتيازك بره، وانت تاخد امتيازك ببلاش؟ هو مش في اوراق سفر، والمكان اللي انت هتتدرب فيه احيانا بياخدوا حاجه اسمها شادوينج، فلوس مقابل تدريبك اساسا، ده وارد جدا طبعا. كل لو انت هتدرب خصوصا في مكان محترم او مستشفى، عياده تحت السلم بتاع حد مصري ولا حد عربي، دي بقى قصه انا مش دعوه بيها. لكن هتروح تدرب في مكان ومستشفى وتشوف ناس وتشوف لا هتدفع، هتدفع فلوس، هتدفع طبعا، مش ببلاش ابدا. الكلام ده لينا، للطب، لكل حاجه، لكل الناس كده. فدي حاجه. طب انا عايز ادرس بره، الماجستير والدكتوراه والبوست دكتوراه، معاك فلوس؟ لا انا عايز اخد سكولار شيب. طب اقول لك على ماشي، دور على النت، دور على الانترنت. بس السكولار شيب والكلام ده انا بتكلم فيه من زمان، من سنين، في مجال العلاج الطبيعي قليله جدا 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 جدا،
تمام. وإذا كان هناك أولوية للسكولارشيب هياخدها ابن البلد اللي هنا، اللي مولود هنا، اللي عامل، اللي مساوي. وإذا كانوا دول ما بياخدوش فول سكولارشيب، مفيش الكلام ده يعني. نهار ما يعني يكون واد ملوش حل فيرود، ياخد هاف سكولارشيب 50% مثلا، يعني هو يدفع 50% و50% يا جماعة، وال50% دي مش قليلة يعني. هو في السنة مثلا يدفع له مثلا 10,000 دولار، 20,000 دولار، مش قليلة برضو على فكرة، تمام. لكن يا جماعة يا جماعة أرجوكم، أنا مش بقطمكم، أنا بتكلم معاكم بأريحية وبصراحة، أنا مش بزوق الكلام ولا بحب إن أنا أدي الناس أوهام كاذبة وأحلام كاذبة. والله العظيم ياما ناس اتنصب عليها، وياما ناس سافرت في الهبل ولقوا على جدور رقبتهم، تمام. فأنا بحب أنصح الكلام ده زي ما بنصح ابني أخويا الصغير كلام من كده، بمنتهى الأمانة وبمنتهى الصراحة. محبش إن أنا أضحك عليك، محبش إن أنا يعني احسب الأمور بشكل غير كده. ما تبصش للمعطيات الشخصية بتاعتك بس، فلوس طلعت فوق بس، بص للمعطيات العالمية والجو العالمي والمهنة وسنك وظروفك الاجتماعية ودينك وحاجات كتيرة جدا، وجمع الأمور دي مع بعضها كويس. وأنا كنت حتى حاطط كم محاضرة هنا في اليوتيوب بيتكلموا عن الموضوع ده، عن إن أنا يعني أخذ القرار مش بتسرع ولا كده. أنا امبارح في إحدى يعني معايا واحد بيصلي هنا في الجامع، رجل أعمال من الهند ومعاه بي اتش دي وراجل متعلم كله، فقال لي إن هو عايز يجيب بنت أخته، هي فيزيكال سيرابست في الهند وعايز يجيبها هنا. فإذا كان ممكن أنت يعني تقابل معانا على زوم، تتكلم معاها على الستيبس ومش عارف إيه وإيه وإيه. فاتكلمت معاها امبارح، معاها ماستر خريجه بتفكر، يعني بتفكر يعني في النهايه بعد ما اتكلمنا في كل حاجه، قالت لي يعني I have to share with my family، اخد decision، افكر في الستيبس دي، اروح لكليتي واعرف هيطلعوا الشهادات ازاي، هعمل مش عارف ايه ايه ايه، احسب الموضوع. هو كده يا جماعه، هو الموضوع كده. لازم يعني ايه، لازم يكون عندنا فكر. طيب دي ارقام الواتس الناس بتتواصل معايا عليها، 0020 115 988 2370، 0020 10 277 4370 2. وبالتوفيق للجميع. انا مش شايف ان في اي حاجه تعدلت بالنسبه لامريكا، مفيش تغييرات ولا كلام من كده، لان في بعض الناس بعتني على هذا الكلام، ما اعرفش جابوا هذا الخبر منين، ممكن يكون انا يعني دورت الحقيقه ما لقيتش ان في خبر بهذا الشكل، او فيش حاجه بتقول ان في تغيير يعني. ولكن لان في اكتر من حد بعت تساؤل ليا في هذا الموضوع. شكرا وبالتوفيق للجميع.